يشارك. المغرب نعم يشارك في التصفيات على أساس بجدية. يعني بجدية نعم. وهو المستضيف نعم. في المجموعة الثانية حقق العلامة الكاملة 5 نعم. انتصارات كابتن عزيز، هي فرصة أيضا للناخب وليد الرجراجي حتى يعطي الفرصة لجميع العناصر نعم. والوقوف على تشكيل نعم. مثالي ذات بشري فري نعم. نوعي نعم. وفني نعم. بشكل عالي بالنسبة للمنتخب المغربي، أفضل خط هجوم في التصفيات نعم. بعد 5 مباريات 19 هدفا. وضعية صعبة للمدرب والناخب الوطني المغربي لأنه يتوفر أمامه أكثر من 50 لاعب نعم. ومن ضمن 50 لاعب لازم يتم الاختيار على 24 و 25 لاعب. 50 لاعب الكم والكيف. والكيف. أظن فقط المراكز الوحيدة اللي ممكن ما عندوش اختيارات كثيرة هو في المنظومة الدفاعية. نعم. لكن ظهر في المباراة الأخيرة أمام الغابون أن هناك إمكانيات بالاستعانة ببعض اللاعبين المميزين، كحركاس تقدم مباراة مميزة، عودة عطية الله، مزراوي موجود، حكيمي موجود، لكن تحسبا لأي إصابات في المنظومة الدفاعية، لأن لا زال الوقت أمام المنتخب المغربي، لا زالت سنة أمام كأس أمم إفريقيا، لا زالت هناك إقصائية كأس العالم، محتاجين اللاعبين. أهداف كانت مميزة، الشق الهجومي والتنظيم والتنشيط الهجومي كان مميز للمنتخب المغربي، إمكانيات رائعة جدا، تواجد إبراهيم اللي عاد بتسجيل هدفين في هذه المباراة، بن صغير من اللاعبين المميزين اللي أخذ الآن فرصته مع دياز. لا إبراهيم، أنا تكلمت على إبراهيم سجل هدف نعم. هدفين رائعين، صيباري اللي دخل وسجل، نصيري أيضا من اللاعبين، عندك لاعب هدفين، عندك أيوب الكعبي هداف في الدوري الأوروبي، عندك نصيري أيضا هداف في الملعب حكيمي. يعني صعب جدا أن المدرب أنه يقف على تشكيلة يعني ثابتة، لازم يعطي الفرصة لأنه حوله كله فقط كلهم نجوم، لكن لازم في بعض الأوقات أنه الاختيارات. الوليد كان شجاع في المباراة الأخيرة أنه اختار حافظ على تلك التركيبة البشرية اللي أعطت توازن للفريق، لذلك شفنا بعض الأشياء المميزة في هذا المنتخب، وأولا ردة فعل لأنه تسجل علينا هدف في 10 دقائق الأولى نعم. بعد ذلك كانت ردة فعل، تم هناك تصحيح بعض الأمور اللي كانت بديهية، وهو الحفاظ على المنظومة الدفاعية ومن بعدها نبني على الهجوم صحيح. احنا بنينا بالهجوم ونسينا المنظومة الدفاعية، لا نبني بالمنظومة الدفاعية بعد ذلك الهجوم، لأن الهجوم عندنا ثقة كاملة طيب. في الهجوم. لا أحد ينتقص من قيمة منتخب نعم. الغابون الذي دائما ما يكون صعب الميراث على أرضه أمام جماهيره، ولكن المنتخب المغربي مثل ما ذكر الكابتن عزيز بنيش صال وجال، أمتع وأقنع بخماسية في مرمى منتخب الغابون، لكن لا ننسى أنه أيضا منتخب المغرب جاء في مجموعة تبدو سهلة نسبيا، فيها الغابون، فيها منتخب ليزوتو، وأيضا جمهورية إفريقيا صحيح. الوسطى، لكن ننتظر مواجهات صحيح أمام منتخبات يعني على مستوى التصنيف عالي بالنسبة للمنتخب المغربي، حتى نقارن ما تحقق وما هو المنتظر نعم في بقية المواجهات بالنسبة للمنتخب المغربي، خصوصا انه كان منتخب يعني في عثرة حصلت وفي اخطاء صاحبة المغرب في اخر بطولة افريقية في ساحل العاج، كان منتخب المرشح رقم واحد صحيح. بكل الامكانيات والزاد البشري الموجود لم يحقق البطولة، خصوصا والان ممكن تحصل ضغوطات على لاعبي والجهاز الفني المنتخب المغربي، خصوصا البطولة داخل الارض وانت مطالب انك تحرز البطولة، لكن الجيد جدا الأداء العالي في هذه المجموعة بغض النظر عن المنافس، لكن أصبح في جدية في المنتخب إنه من مباراة لمباراة في تحسن، الرسم التكتيكي جيد، الأداء عالي من اللاعبين، كل لاعب بينافس اللاعب الزميل وخلق منافسة بين اللاعبين الموجودين، 50 أو 60 لاعب الموجودين في تنافس بيناتهم من أجل إنه يكونوا موجودين في كشف في في في, في التشكيلة النهائية للمنتخب، أنت حتقدم أفضل ما عندك لكي تشارك، وإذا شاركت حتقدم أفضل ما عندك لأنك إنك أنت تحافظ على إنك أنت تكون عندك خانة موجودة في المنتخب، فدل دل ال 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 الكيف والنوع الموجود داخل المنتخب المغربي صراحه من امتع المنتخبات، انا يعني الان براه هو يعني من المنتخبات مع المنتخب المصري نعم. يمكن من اميز المنتخبات داخل القاره الافريقيه جيد. بكميه اللاعبين الموجوده حدث عن منتخب مصر